هاي المواد اللي تستخدميها بصنع الحقيبة أو الأكسسواريز منين تستورديها؟ أو هي محلية؟ هي محلية يعني من العراق، بس بصعوبة يعني العراق ما دا يوفر كل شيء. نعم أكيد. فيعني عندي وجبة مثلا دا أستوردها من برا، يعني خاصة تركيا، يعني دا أجيب مثلا مرات يعني خاصة الألوان دا أجيبها من تركيا، لأن الصعوبة قاعدة تتوفر بالعراق. يمكن الكميات تحتاجها. كميات إيه، وهنا يعني قلت لك هذا الفن مالتي، فن الخرز بالحقائب مو الكل دا يشتغل به، يعني التجار ما دا يوفروا. صحيح. إيه بس أنا يعني حابة هذا الشيء لأن حتى أتميز به. صحيح. بس كل شيء حلو. عاشت إيدك على اختيارك طبعًا. يمكن أول مرة أي من سمعت بيها وطبقت على البيت وشفت التصاميم هيك تحسيها في شيء فخم راقي. كلش حلوة. أنا قلت لك يعني حبوا الناس، كلش حبوا الفكرة، وأنا أصلاً وصل لي هو يعني تقريباً سنة، يعني أقل سنة. ما شاء الله. يعني بعد شهر ويصل سنة في كلش. هم مسوية جنطة كل الألوان دخلتها؟ لا حد هسه لا. بس دا افكر اسوي هذا الموديل كلش حلو. كلش يعني حلو. الوان كلهم انا شايفه هيك موديل، والبنات دا زيلي من عنده، وهم دا يعني اريد اسوي من هذا الموديل. كلش حلو الالوان حتى يرهم ويا كل شيء. هي صار مميزه وين ما تروح عادي، يعني اذا تلبسين مثلا هسه شو انا لابسه شيء ساده اكسرها بجنطه بلون وخلاص. خاصه اللمعه بالالوان الواي صار كلش حلوه. طيب تصميم الحقائب يعتمد على الاوتفيت؟ يعني تدخلي الزبونه تقول لك هذا فستاني او هذا الجم سوت مالتي اريد الحقيبه هذا اللون، راح تنصحيها انه هي مو حجم مثلا او اللون؟ اصلا اجتيني طلبيه قبل فتره بنيه دزت لي فستان ادها مناسبه. نعم. قالت لي شنو يعني شنو اريد اسوي هذا فستانها اوف وايت، العفو ابيض بكريستال سيلفر يعني شيء قليل، فهي رادت جنطه سيلفر، بس انا نصحتها انه تكون نفس لون الفستان مالتها بس البطانه تكون باللون السيلفر حتى يكسكسه. وسويتها وكلش عجبتها. حلو. عاشت ايدك. يعني انه اللبس ضروري ويا الحقيبه حتى تدبرين. اكيد يعني تطلعين على اللبسه حتى تدبرين تصممينها الحقيبه. اي اكو يعني يعني موديلات عمليه واكو موديلات بس هو دعري اطرق لهذا الموضوع. اللي هو اللون الجوكر، يا لون الجوكر اللي ممكن نعتمده ويا كل شيء حتى مو يوم ما مصممين احنا الليلو الابيض. الليلو الابيض ويا كل شيء. ويا كل شيء حرفيا مو تحسي سواري انه للليدي للمناسبات لو لا حسب الموديل. انا قلت لك يعني اذا اكو موديلات ترهم بس المناسبات، واكو موديلات عمليه يعني هاي اللي تلبس حقيبه كتف عادي يعني يرهم طلعات بالنهار. طيب هسه احنا نشوف انه انت لابسه مثلا نقول اللون البيج والابيض، كاسرته بس باللون البسيط اللي موجود بالقميص. فقط اعتمدتي انه الاكسسواريز اللي يبرز هو الحقيبه. اي فلهذا انا احب الالوان حتى اكسره ويا اللبس يعني ما تعتمدي مثلا تقولك اني شوزي راح البس العفو يعني تكرمين مثلا فوشي. ما تقول لها انه الجنطه نفس اللون. لا انا اساعدهم يعني اقول لهم اكسروا بالالوان. يعني اذا سترتها وردي اساعدها اقولها كسري بالاخضر. بالضبط. كلش حلو اللي هو هسه دارج هذا الموسم. كلش حلو يعني حتى حيبرز يعني حينطمضها كلش حلو للشكل. طيب هذا الموسم شنو اكثر لون صار عليه سحب عندك؟ اللون الدايموند اللي يصير كريستال شفاف. كلش حلو، كلش يرغبون لهذا الموديل، صاير شفاف كريستال يعني مثل الدايموند حرفيا، يعني كلش حلو يعني شفاف اللون ما تعالى ابيض ديرهم ويا كل شيء. صحيح. يمكن نعم. حتى الشفافيه البي شفاف من تحطي مثلا بي فد شيء اللون يبين. بس انا بقول لون الصدف يمكن الصدف بس انا بالداخل اخلي جزدان سحاب يعني يقدرون يشلعوه او يقدرون يخلوه حتى ما يخرب شكل الحقيبه. حتى ما يخربهم ما بعد كيفهم يطلعوه.